كوب من زيت شعبان، نص كوب شوكولاته، 3 أكواب من الطحين. نعملها على السريع لانه ما ضل معانا وقت. انا كنت فكري معي بارت ثاني. لا هذا اخر جزء اليوم. هذا اخر جزء. طيب هي وصفه ولا اسهل من هيك ولا ابسط من هيك. خليني بس ما في جلافز. بيجي محمد بيقول لي ليش امتياز معصبه مني ليش؟ احنا هلا الشيء الاساسي في الحياه صار الجلافز، متخانع عليه. والله حرب اهليه بعمل عليه انا الجلافز. بدي بس بدور على ايوه كوب مقادير. طيب انا عندي 3 أكواب من الطحين وعندي شوكولاته الدهن وعندي زيت شعبان بس. اوكي. راح اعمل منهم وصفه بتجنن. عندي نص كوب من الزيت معاهم، هذا ربع. اول ربع. في ثاني ربع. ونفس الشيء من الشوكولاته الدهن. تمام. بدي احط امتياز لانه امنتني فاتن كنعان. عن جد مبدع، يسلم ايديكي امانه يا تمارا. توصلي سلامي للشيف امتياز حبيبتي قلبي. واخيرا حدا بعت لي انه بحبني. يا الله. واخيرا هلا بقولوا لك كمان انه بنقدر نعمل هاي الوصفه الغريبه التقليديه بدون الشوكولاته. إيه لا، لانه احنا مستغنين عن كل شيء. اسمع بحكي كنت اعملكم غريبه انا، بس لو تكتشفوا الاكتشاف اللي صار معي امبارح. رحت لك على السوق اشتري سمنه ما لقيت، فاضطريت اليوم هذا فغيرت كل الوصفه. ولا انا الصراحه كنت في بالي محضره ايش وصفه الغريبه التقليديه، بس عملت لكم برضه مقادير للغريبه التقليديه رح تعجبكم. ممكن هلا اخر اسبوع نعملها. هلا بس عم بيطالبوا بحلقه يوم الاحد عن جد تكون كلها سمبوسك امتياز. خلاص اذا بدهم سمبوسك وسبرينج رول كله بنعمل في البيت، لانه خضره كمان سبرينج رول. وانا جا عبالي يا رب يا الله يجا عبالي. حاضر انا شكرا. بس عشان هدول كترين الذره امتياز اذا في. طب تعمليها انت؟ والله بعملها، بحشي لك كم من وحده وبقلي لك اياهم. شو رايك انت تحشي وتعملي وانا بقلي؟ نتفق؟ تمارا هاي انتي؟ اه والله يا تمارا. اه والله انا جعبالي كثير على فكره، والله بحبها. طيب امتياز بنحبك يا امتياز. زي كله عم بكتب لك صار بنحبك. انا بحبكم. واخيرا يا الله بلشت اطمن على حالي. انا ماشي اموري. طيب هلا انت عم تعجنيها كيف؟ عم بعجنها بس اعتقد انه هدول اكثر من 3 أكواب طحين، مش قادره اتذكر اذا عيرتهم ولا لا، وما بدي استغنى عن كل الشوكولاته اللي موجوده عندي. تمام. بنفع الزبده بالفستق بالغريبه؟ طبعا طبعا طبعا، تطلع بتشهي نفس المقادير. امشوا يعني انا حطيت كوبايه زيت، كوبايه مثلا زبده الشوكولاته، زبده الفستق، زبده الكراميل اللي بدكم اياه. عرفتوا نفس الاشي ل في هلا زبده التشيز كيك. يعني في كثير من الوصفات عم بحضرها او بشوفها جديد كلها بتجنن. طيب هلا محمد حكى طبعا امتياز قبل شوي ايش الموضوع اللي خلاها اليوم تعمل الغريبه. بدي اياها تصير هيك العجينه. تمام عشان اقدر اشكلها، وبدها شوكولاته اكثر. تمام عشان اقدر اشكلها بطريقه حلوه. ما في داعي ترتاح، ما بدنا نضيف بيض، ما بدنا نضيف ولا شيء. رح اخذ كل المكونات الموجوده بشوكولاته الدهن او بزبده الفستق او بزبده الشوكولاته اللي بدهم اياها. تمام بدي ابلش اشكل فيها. خلينا نجيب صينيه. يعني بكل بساطه امتياز انت فعليا ما اخذتك 10 دقائق. بلشت تاخذ لون حلو. هلا انت من فوق ومن تحت الدحدح. من نعم. فوق ومن تحت الدحدح شغال. من فوق ومن تحت شغال الفرن بالضبط. اوكي ما اخذت معنا كثير وقت يعني، بس من وقت الحلقه. بدي اخذ صينيه صينيه صينيه. صوانينا كلها هناك. طيب ماشي بدي اخذهم اشكلهم. ما في الصينيه مش لقيتها بهاي الطريقه. اوكي. في عجينة اسمها سولو. ما بعرف يعني صراحة أسئلة غريبة حتى أنا علي يعني. مش بحب بس أحكي ما بعرف الصراحة. لا بس بتعرفي يعني إحنا بنتعرف على الأسماء وبدنا نعمل عليها أكيد يعني بحث لحتى نقدر نشوف. ممكن سولو ما بعرف، ممكن العجينة اليابانية مش عارفة. أكدي اللي بيعملوا فيها برضو، بيعملوا فيها المانتي وبيعملوا فيها كتير وصفات، بيعملوا فيها السبانخ. طيب انا بس باخذها بشكلها الشكل اللي بدي اياه، وبحاول اعمل فيها بصبعي زي فتحه صغيره. بدها شويه شوكولاته يا جماعه، طلع لونها شوي فاتح لانه شوكولاته قليله. وبدخلها على الفرن. احذروا قديش بدها بالفرن؟ 10 دقائق عشان هلا طالع موضه شوكولاته شو اسمه بسكوت العشر دقائق. 5 دقائق بس. والله من تحت. والله بدهاش شيء ولا شيء، يعني بتحضرها 5 دقائق وبالفرن 5 دقائق بس. وهي لازم تكون ما فيها بيض، ما فيها شيء يعني، عارفه كيف؟ ما فيها ولا شيء ولا شيء. فما بنحتاج. زاكي دريان الحمد لله صحتين وعافيه. دريان ضاقتها. 5 دقائق بالفرن بتشيلوها وبتبلشوا تشكلوها كيف ما بتحبوا. طلعت عجينه السولو سعوديه امتياز، بيعملوها
ب شو اسمه للسمبوسك، اتخيل اللي بتيجي زي القمر. عرفتها يا جماعه، زي القمر بيعملوها. بس انا ما بعرف شو اسمها، بس لا بلا بعرفها، وطبعا رح نعملها. بس انا الصراحه يوم الاحد رح اركز اكثر على الحشوات من العجين، رح نعمل عجينه واحده ورح استخدم سمبوسك السنبله ان شاء الله. فركزوا معي اكثر على الحشوات لانها عباره عن بحر، بس احنا متعودين نعمل جبنه ونعمل اشياء بسيطه، بس انا الصراحه بعملهم بحر بحر، ورح نشوف كيف بنفرزهم، وبس برمضان نضل نقلي فيهم فقط. طيب بما انه بكره الحلقه رح تكون مع زميلتي كمان دانا نفاع، بنوجه لها اكيد تحيه، ومع امتياز بكرة. امتياز إذا عندكم أي أسئلة بتحبوا من هلأ تتواصلوا هيك معاهم مباشرة على الهواء، لا تفريز لرمضان بالذات لورق العنب، ما تنسي طلبوا منك. بدي أعمل ورق العنب بطريقتين بكرة، بس كمان بحب أعرف إيش حابين، وفول أخضر لأنه موسمه، ورح أخلي اللوز، وإيش كمان حابين نعمل؟ ملوخية، نفرز ملوخية، ورق عنب رح نعمله، ما هو نفس الدوالي، سمبوسه. تخيلي ورق عنب والدوالي واحد. اوكي انا بفرجيك امتياز، بس تخلص الحلقه خرب لك هلا غريباتي. خدي واحدة دوي عندي دوري. والله لا بدي، شو بتضحك علي على فكره؟ بدي اياها من جوا فيها شوكولاته. اسمع، اذا الطحين حسيته بيحتاج اكثر شوكولاته ضيفوا اكثر شوكولاته يا جماعه، انا طلعوا عندي اكثر من 3 اكواب. فعادي سهل تضيفوا يا طحين يا شوكولاته اذا طلعت جامده او طلعت مرقه، شوفي ما احلاهم. طيب سهله بسيطه وكثير لذيذه، والاولاد رح يحبوها وتضحكوا عليهم انه كوكيز، هو مش كوكيز، هو غريبه سريعه. بدهم بكره تفرزيني لهم العكوب وتفرزيني لهم البازيل. طب من وين اجيب عكوب يا جماعه؟ طب خليكم منطقيين، انا بشتريه من جرش كنت وعجلون وهي المناطق، الصراحه بحب اجيبه وانطفه واعمله. طيب الفاصوليا انا عم بقرا لك. طيب اوكي. غاده اهلا وسهلا فيكي. كمان عم بيقولوا لك والله لنكيف برمضان معاكم على هذا الوضع. امتياز حطي لي شوكولاته. بس برمضان عملت لكم وصفات عن جد ثقيله يا جماعه. خلص هذا اللي اجى معاكي، بس هدول. طب بدي ازين يا تمام. يا تمارا بدي ازين يا جماعه، انتوا لازم تشوفوا لي حل في موضوع تمارا. تضحكي؟